انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي فيديو جديد من قناة RM. اليوم عندنا فيديو بيحكي عن خدعة بسيطة وحلوة كتير. خلينا نبلش بالفيديو ونشوف خدعتنا تبعية اليوم. عندنا 3 كاسات، وهلا خلينا مع شرح الفيديو. طبعا عندنا تحت في كاسة حبة كبريت، لما بنجي بنشيل الكاسة بنضغط على الكاسة بنشيل من حبة الكبريت. أتمنى من كل اللي شاهد الفيديو إنه يشترك بالقناة ويدعمنا بلايك، وشكرا للمتابعة.